افتتاح المجبل، المجبل الواقع على طريق خرقوزة بيخدم اقليم الفرات باكمله وحتى المناطق المجاوره. الطاقه الانتاجيه بالنسبه للمجبل يوميا تقريبا بحدود 900 الى 950 طن يوميا، يتم انتقال المجبول الى بلديه كوباني وشوارع بلديه كوباني والبلدات الموجوده في اقليم الفرات. الطرق الجاهزه بالنسبه في مدينه كوباني تقريبا بحدود 150 ألف متر مربع بكون جاهزه للتسفيد. نحن حوالي 20 واحد، في عنا قسمين بالمجبل، قسم للمصفاية، هالمصفاية بيعطينا الزفت، بنجيب الكميات اللي بنساويها زفت من المصفاية الرئيسية اللي بياخذ منها البنزين والمازوت، تطلع منها المواد، هالمواد ما بتسوى لشيء غير للزفت، بنجيب بنصفيها ونطلعها بنساويها زفت، هذا الزفت بيجي على المجبل بنعطيها للزرادة بنحط فوق بعدها، يعني بتطلع معنا تخلط معنا مع بعض بتصير الزفت، بيطلع معنا الزفت.